رائعة يقدم هذا الانطلاق القوي. بينما هنا وصل أيضا لعاشق سلالة هملول، وصل في هذه اللحظات يأتي مع الجذابة حمد بن سالم بسليم الاكتبي القادم هنا، وأيضا المنطلق على المركز الثالث قادم من المدام بالفعل، يقدم انطلاقة الجذابة على المركز الثالث، نقلة مباشرة هنا الى المركز الرابع ليجد بهذه اللحظات الشايبه لعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وصلت الشايبه على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات تاتي مياسه في المركز الخامس، عوض بن محمد الخصوني الاكتبي ياتي على المركز الخامس، ولكن دخول في المركز السادس الوصول من فرح لمصبح بن حمد ايضا بالخصوني الاكتبي، وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، ودخول الآخر من زعفرانة مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري، وصل في هذه اللحظات يقدم اسم جديد، تحدي مثير، انطلاق ولا أروع. ولكن هنا نتعرف على اللي تدخلت من عمق الميدان، وصلت الشاينية سلطان بن سالم بن عجيل الاكتبي، وصل هنا ليقدم هذا الاسم، يتدخل يأخذ بساط المركز الرابع. هذه هي أيضا الثمان المراكز الأولى، نأخذ المركز التاسع، الوصول من الكبسولة سلطان بسيف بن مبارك بن غويث بن غويث الاجتبي، وصل في هذه اللحظات المركز أيضا العاشر، هذه طرب حميد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي، وصل في المركز العاشر. هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى للانطلاق القوي للتحدي المثير. أيضا هنا هذا الشوط الخاص بأبناء المناطق الشمالية، لعل في المهرجانات والنسخ الأولى شاهدنا أيضا الأعداد كانت ما يقارب 15 أو 16، فاليوم نعيش أيضا باهتمام كبير من أبناء القبائل للمشاركة في هذه الشارة، لأنها تسم تحمل اسم غالي، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان حفظه الله ورعاه. اليوم وصلنا إلى 30 اسم مشارك في هذا الشوط، وإن دل على شيء دل أيضا على المحافظة والاهتمام أيضا والحسبان منذ عام كامل لهذه المشاركة الطيبة، وإن دل على شيء دل على الدعم الكبير والاهتمام، أو ما يقارب عفوا أني 35 اسم مشارك في هذا الشوط، اسم أيضا أسماء قوية وأعداد كبيرة ما شاء الله. مياس أحمد بن هزيم بن محمد المسافري ما زال هناك، يعبر إلى بر الناموس، يسافر إلى الفوز والانتصار، يسير إلى المركز الأول محافظا هنا مع هذه الانطلاقة القوية، ومع مياسة، مياسة على الصدارة، مياسة على المركز الأول، يسير المسافري في مقدمة هذا الشوط. هنا أيضا كما تشاهدون هذا النقل الجوي من الميني هليكوبتر أيضا التي تأتي بأرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة، ميدان الشعب بالفعل، هنا التقاط للأربع المراكز الأولى من الجو بالفعل، لتأتي المنافسة مع الصدارة مع مياسة، ليقدم أيضا اسم قوي وخطير هذا أحمد بن هزيم المسافري، يتقدم لتنتصف المسافة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. انتصفت المسافة هنا، انتصفت المسافة، أي بمعنى بدأت 4 كيلومترات جديدة هنا، أيضا سوف نشاهد فيها أحداث قوية وانطلاقات مثيرة بالفعل. المركز الثاني هذه فرح أو الشاهينية سلطان بن سالم بن عجيل الاكتبي، وصل بن عجيل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم مشاهدينا الاعزاء، بينما الجذابه اللي وصلت المركز الثالث، الجذابه لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي، وصل على ظهر الجذابه ياخذ المركز الثالث، ايضا دخل في المثلث الذهبي، دخل في منطقه الزعفران بالفعل، لان الثلاث المراكز الاولى تكرم بماده الزعفران، ومعراض في المركز الرابع. ياتي عبيد بن محمد بن سعيد الخاطري مقدما لمعراض على المركز الرابع، بينما نقلتنا الى المركز الخامس، هذه طرب، هذه طرب لحميد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي، وصل الطرب هنا لها الفوز والانتصار في الطرب، لها الطرب الكبير بالاداء والنجوميه الرائعه، بينما اللي في المركز الخامس، المركز السادس، وصلنا المركز السادس، هذه زعفرانه مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري، وصل المنصوري، وصل في هذه اللحظات شعار بالشاوي، وصل ليقدم جبارة، وصل في هذه اللحظات، وهذا حمد بن سالم بن سليم الاكتبي أيضا على المركز
السابع في هذه اللحظات، المركز الثامن، المركز الثامن فرح مصبح بن حمد الخصوني اللي تبي، والمركز التاسع هذه اللي تدخلت من عمق الميدان اللي وصلت حملة رقم 17 هذه الصايبة مبارك بن حميد بن مبارك الغفلي أيضا تدخل من خلال هذا الاسم، والمركز العاشر الكبسولة لسلطان بسيب بن مطر، سلطان بسيب بن مبارك بن غويث هناك رحنا عند بن غويث بالفعل أحد شبابنا المضمرين في عالم الأصالة والمقدمين لهذا الشعار الكثير من الإنجازات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى أيضا يا أبو جمال ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الكبير والتحدي المثير هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه مياسة أحمد بن هزيم بن محمد المسافري يقدم مياسة، في يوم الأمس شاهدنا أرصاد للمهندس حمد بن بطل الغفلي، اليوم نشاهد مياسة هنا في انطلاقة أحمد بن هزيم بن محمد المسافري. السلالة الصغانية نعم يا بن مية، سلالة صغانية عريقة أيضا تتحمل لهذه المسافات القوية والعملاقة. تأتي مياسة على الصدارة على المركز الأول، سيف أيضا يتواجد أيضا أحمد بن هزيم بن محمد المسافري يقدم مياسة، بينما الجذابة في المركز الثاني، الجذابة في المركز الثاني هناك حمد بن سالم سليم الكتبي يقدم الجذابة. المركز الثالث الوصول من الشاهينية سلطان بن سالم بن عقيل أيضا يأتي هنا أيضا الكتبي مشاهدين الأعزاء. المركز الثالث، المركز الرابع وصلت هنا معراض عبيد بن محمد بن سعيد الخاطري يقدم معراض بن حضيبة على المركز الخامس، بن حضيبة على المركز الخامس يا سلام شعار بن حلوك على ما أعتقد واصل الحذرة وصلت أيضا عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي وصل في هذه اللحظات ليقدم الحذرة، وهنا أيضا سلهود محمد بن حارب بن واس الكتبي وصلت الأسماء. تحدياتنا مثيرة، انطلاقاتنا ولا أروع، هنا بدأنا نتجه إلى وين يا بن مية؟ إلى لائحة الألف والخمسمائة متر. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن هزيم، يا سلام يا بن هزيم، يقدم نجومية ولا أروع، يقدم انطلاق جميل، يقدم أداء جميل هناك أيضا بهذا الانطلاق القوي وبهذا التحدي المثير ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء القوية. مياسة، مياسة على الصدارة، مياسة على المركز الأول، مياسة على الانطلاق الأول، مياسة، مياسة العود أيضا تتواجد هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في هذه النجومية الرائعة على مقدمة هذا الشو. يا سلام، مياسة، مياسة على المركز الأول، مياسة على الصدارة، مياسة على المقدمة الأولى، وصلت الجذابة، تحديات الجذابة ومياسة، تحديات الجذابة ومياسة مع المركز الأول. الله 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 الله، القادمة الشاهينية، القادم سلطان بن سالم بن عجيل الكتبي وصل هنا 1200، 1200 يا مياسة، 1200 مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هنا مع هذا الانطلاق القوي، مع هذا التحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ومع مياسة، ومع انطلاقات مياسة على المركز الأول، مياسة على صدارة الأولى، مياسة على الانطلاق الأول، تسير في الصدارة الأولى. يلا يا خليفة، يلا يا خليفة، روح روح مع المركز الأول والصدارة الأولى هنا مع هذه المقدمة الجذابة قادمة. حمد بن سالم بن سليم الكتبي واصل هنا، الله 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 الله، دخلنا هذا الكيلو، دخلنا هذا الكيلو الكبير، يا سلام على هذه النجومية الرائعة هنا من خلال هذا التواجد، هذا الانطلاق القوي. هذه هي الجذابة، مياسة في المركز الثاني، والجذابة مشاهدينا الأعزاء عرقوب بن علو أحد الأسماء الشهيرة هنا في هذا الميدان، والتي دائما يأتي فيها التنبيه الأخير. عرقوب بن علوي الجذابة يأتي مع المركز الأول هنا حمد بن سالم بن سليم الكتبي، ولكن الله الله يا بن حضيبة وصل يقدم انطلاقة والأروع، يقدم أيضا طرف أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة. من القادمة هنا؟ من المنطلقة؟ مودة علي بن راشد بن علي الكتبي يتواجد أيضا مع مودة،
يقدم مودة هنا، أول لدى المودة، أول لدى المودة، ولكن الجذابة، 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 أهالي المدام، أهالي المدام، أهالي المدام صامدين منطلقين مع المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، مع المقدمة، مع الصدارة الأولى، مع مقدمة هذا الشوط، الجذابة، الجذابة، مودة، 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 الجذابة، مودة، مودة، هي من خطفت الأضواء، مودة خطفت المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، إذا مودة هي من تفوز، هي من تنتصر للمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه الجذابة، المركز الثاني حمد وسالم سليم الكتبي، المركز الثالث وصلت فيه أيضا، في المركز الثالث حمد رقم 25، هذه الحذرة لعبد الله بن علي بن سعيد الرايحي. والمركز الرابع وصول من سلهودة خميس بن يمع بن نسيف الغويص السويدي، بينما هناك المركز الخامس كانت هملولة محمد بن حمد بن عمران الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا الجذابة أيضا، وهناك أيضا اللي هي مودة، من خطفت الأضواء في الكيلومتر الأخير. هذه هي مودة مشاهدينا الأعزاء، 13 دقيقة ثانيتين، وفاء وتماما وكمالا. سلام إلى المدام، سلام، سلام على هذا الفوز والانتصار، سلام إلى مالك مودة. هناك علي بن راشد بن علي الكتبي الجذابة من احتلت المركز الثاني. هناك مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الجذابه اللي حلت المركز الثاني، هناك حمد بسالم سليم الكتبي المركز الثالث، كان وصول رائع وجميل. هناك مشاهدينا الاعزاء من الحذر عبد الله بن سعيد، عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي، حيث قطعت المسافه في 13 دقيقه ثانيتين 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا ايضا لمالك موده من تدخل معنا في الامتار الاخيره معلنا هذا الفوز، معلنا هذا الانتصار بتوقيت زمني أيضا هنا 13 دقيقة ثانيتين، وفاء وتماما وكمالا. علي بن راشد بن علي الكتبي، سلام إلى مودة، سلام على هذا الفوز اللي دائما تود المركز الأول. تهانينا والناموس للجميع.